السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. والسؤال الثاني، بحال قتلنا نمشي ننظر الام ديالي، نمشي ننظر الام ديالي تبارك الله فينا في مشيت انا مرت الاخ ديالي وانا كنت دائما في ما تنمشي تنلقى الام ديالي، ومشينا داك النهار مشينا تلقى واحد الريحه ما نقولكش السي الحاج واحد الريحه ذكيه انا نقلت زعما لا جاي شي مسك من شي جهه ولا شي ولا شي حاجه ما كاينه حنا والله واحد الريحه ذكيه واش هذه زعما من علامه الجنه ولا بغيتك تشرح لي هذا الاش هذا هو مثل ما قالت لي مرت الاخ ديالي انت شوي هذه الروائح الذكيه وهذا الشيء ما بقاش تبكي على خالتي مسكينه الله يرحمها ما بقاش تبكي عليها. اييه هذا السؤال الثاني. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. للا سميره، الرؤية أو الحالة اللي شتها الأم في القبر ديالها، زرتوه في المقبرة وشميتوا الريحة الطيبة الزكية ريحة المسك، هذيك بشارة ديال المؤمن. المؤمن إذا أراد ربنا عز وجل أن يرسل بشارة إلى أهله وذويه، إما يرسل إليهم رؤية منامية كتشوف الميت في المنام لابس البياض، أو أنه في واحد الصورة جميلة جدا ووجهه صار إلى الشباب، أو كتشوف حدا الحباب، أو كتزوروا في القبر وكتشم ريحة طيبة. هذيك ريحة طيبة علامة على أنه منعم مكرم عند الله رب العالمين، فلا داعي للحزن عليه ولا داعي للبكاء، هذه بشارة للخير. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.